ماشي سهل دير داكشي اللي كتبغي في البلاد بحال هادي. كاين بزاف ديال الاسباب يخليك ما دير والو، تعيش حياتك بحال كاع الناس، وهذه هي اسهل حاجه. ولكن واش انت باغي تكون بحال كلشي؟ ما يمكنش تخلي الخوف من الفشل ولا الخوف من الهضره ديال الناس ولا الخوف من الكريتيك يخليك تحبس داكشي اللي كتبغي. دير داكشي اللي غادي يخليك توصل فين باغي. ضروري غادي تطيح المره الاولى والثانيه، ولكن المرة الثالثة غادي توقف على رجلك وغادي تزيد لقدام. بزاف ديال الناس كيتيقوا فيك وعارفينك قادر توصل، خاصك غير انت تثق في راسك. كنعيشو مرة وحدة في حياتنا، عيش كيما بغيتي وحلم كيما بغيتي وتقاتل على داكشي اللي كتبغي. ما عمرك تقلب باش ترضي الناس، قلب على داكشي اللي غادي يخليك انت فرحان.